تغني في الاستوديو نجيت محترفة خبرة وعارفة بالكورة في الراديو أخبار الرياضة خوضة وخماضة هوني في الاستوديو نجيت محترفة خبرة وعارفة بالكورة في الراديو فاهمين الطرح متران للبوس يعطيوك النقاط ويزيدوك بونوس كورة باللاستوس في سبور بلوس اللعبة تقول ما توس شيخة بالكرة والتحليل نظيف زروق اني ما ترى ما تحسه الضيف الكابتن حسني سبري سبورتيف اش يتكلم بالعريف وديما يزمرها سمير الكاتش يحكي في الواقع لا ما يشطش يشكر ماتش فيري ماتش ويذم الماتش يضيوفها بكاتش ودخلة بالبنادر بوسي الدفاتر لعليمي الماتر يشوط في السيماتر في الميركاتو هكا تكتيكو حبكة لعبنا له فكة كرة في الشبكة نادر داود في البطولة والكوب مازال يعاود ويجيب سكوب استاتيستيك مع ما فيولا سميت الناس الكل حط الرفرانس كول أخبار الرياضة خوضة وخماضة هوني في الأستوديو إيكيب محترفة خبرة وعارفة والكورة في الراديو أخبار الرياضة خوضة وخماضة هوني في الأستوديو علي إف إم سبور بلس أيمن زروق حوصلة لأهم الأحداث الرياضية في الـ 24 ساعة السبعة والدرج على إيفام أحلى راديو أهلا وسهلا مساء الخير مرحبا بكم وعسلامتكم في عدد جديد من سبور بلوس في موسمه الثالث اليوم نهار الخميس 4 مارس 2021 عودة كالعادة على أهم وآخر المستجدات الرياضية في العالم وكذلك في تونس تحية لكل المستمعين والمشاهدين في كل مكان داخل تونس وخارج حدود الوطن وسائل التواصل معنا الاعتيادية لإيفام تي في 24 ساعة على 24 في اليوتيوب الباش فيسبوك إيفام سبور وكذلك بتبيع على كونستانا في كامل تراب الجمهورية مرحبا بالجميع في إيفام سبور بلوس اليوم نحكي النادي الرياضي البنزرتي واتحاد طاوين يفوزان على الملعب التونسي ونادي رياضي صفاقسي ونادي الافريقي ابرز متضرر من الجوله الثانيه باش نرجعوا بكل التفاصيل نتاع الجوله تصريحات الارقام والتحليل الفني 48 ساعه قبل قمه الترجي والزمالك قراءه في قائمه معين الشعباني وشيكابالا يغيب عن قائمه الزمالك المتحوله الى تونس وعوده على لقطه عاطف تخيلي التي اثارت موجه من التفاعلات ومن ردود الافعال المختلفه والمتباينة ليكيب الكل حاضرة ومتجندة عزة تويتي في الإخراج بشرة سعيد في الإعداد وتليترافاي اليوم بشرة تحية لها وإيام وإيمان في الديجيتال والإخراج الرقمي في الإف إم تي في وأحمد شورة وبسمة في السيت ويب وأنا أيمن زروق باش نرافقكم وكذلك يجمعوني في البلاتو الثلاثي ثلاثي ناري ومن الوزن الثقيل يقوده كالعادة كابيتانو خالد حسني مساء الخير مرحبا كابتن مساء الخير كالعادة الحضور المستمعات المستمعين سمير نادر كي حسام خونا فهمتي ولا ان شاء الله كالعاده ان شاء الله باهيه حصه باهيه خاطر فما برشا امور برشا امور برشا امور معناها الضحك وتبكي الزوز فرد وقت في الكوره نتاعنا اي هذاك علاش عنا التلميحات هذوكم الكل معناتها شنو نسمع والله حتى هو ما ولاو يبكي هو يبكي يبكي وقلت يبكي ويضحك قاعدك اللي يبكي واللي يضحك حطهم على جنب استعملهم حصه كامله كابتن يرافقنا كذلك ويعود من جديد سمير السليمي مساء الخير مرحبا سمير مساء النور زروق تحيه ليك خويا تحيه للكابتن تحيه لنادر فهمتني حصه الاخيره معنا نادر احرقتني بالحق حرقتني بالحق نسيالي شيء حرقتني وبعد نقول له بون فواياج وبعد نقول له مرحبا بيك حسن نكمل انت الباقي حسين في راس للد الكل اللي يسمعوا فينا المستمعين مستمعات الناس الكل مرحبا بكم يا خويا اسمع ديما تبدا مشرق كل ما تلبس الفيستا الذهبيه هذيا تعجبني على خاطر فيها الكارويت هذيا عالميه معناتها اولد سكول بالكثير يعني هكا تنولي ديما نلبس هذيك ريترو معلم باهي ماشي بالطبيعه ريترو ايه ما بعديش نقول لك شنو باهي خويا ذيك الموضه عاودت رجعت من جديد مرحبا سمير السليمي كذلك رافقنا نادر داود في حصته الاخيره في شهر مارس فقط وباش يرجع لنا بعد ان شاء الله مع رمضان ان شاء الله وان شاء الله في رمضان ولا بعد رمضان مرحبا اهلا وسهلا نادر مرحبا بيك زادو تحيه للكابتن رجع في فورم الكابتن نسمع فيه جمعتين هذوما جا عندنا كابتن العاده يا اخي هو كان مش في فورما انت عندك مستوى هذاك ما فيش كلام هذاك موجود بارك الله فيك لكن كي تبدا في فورما اكثر تبدا يبدا في صحنه ولا في صحيح في صحنه في فورما هكا نحبوا فهمت كابتن عنده
عنده حاجة، عنده فاح نتاعه تاع الكابتن زيد ميتين خالد حسني تعب حبي ليك. نعرف حبي نعرف ايه اللي انت جاي وانا بابا انت نعرف كل شيء. تبقى الديفو تاعي اول مرة مش نقول ولا بالحق معني شرهيجي اذا نلقى كذا معناها باش تخدم وحتى في التدريب وكذا نعطي الدنيا وسين بعد شوف الناس اللي تقول اسمع الاخير يعني انت كيوفي 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 كيف فوزي كيوفي عليه خاطر نحب خدمتي. اي نحيو سمير خويا مرحبا بيك وفراس والخي الكل. شنو وين باش تغادرنا عندك توا باش تخلي بلاصتك والمستمعين والمشاهدين الكل معناتها باش يقولوا تحيه للخي الكل الدنيا من غير والله والله سامي سافي بليزير اليوم تلقاك ايش اسمه بدر الدين تنني يقول لك انا غني مستمع وفي تحيه لبيك من فرنسا والعباد الكل العباد والله حتى في الشارع عندهم وقت يعني رسمي بالنسبه لي من 7 لـ 8 يحملونا مسؤوليه بصراحه كبيره نحاول واحنا نكونوا قد المسؤولية هذه. توا جيت جوني فيفا عندنا مقابلات في شهر مارس مقابلات ربي لحظة قبل جوني فيفا اسمع يا سمير ما تقف على حد راي سبور بلوس مالا تمشي لدمشق ولا حتى لغواتيمالا كوفين هلا حد نطلعوا لدمشق مدة 10 أيام شوية تحذيرات شوية ندوة صحفية وبعدين عندنا مقابلتين نهار 25 مع البحرين في البحرين نهار 30 مع إيران في طهران وبعد العودة لتونس بإذن الله. دونك هذا والبرنامج ربي خاصة أنك ما تجيب الناس شكل الفستق الحلبي اللي جبته المرة الأخرى طلع مخشوش هذاك مخشوش اللي جاب يا ولدي مش هذاك أنا نحب الفستق الفستق تسمع 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 واحد اثنين حتى إيران زاد حساب الحلو يعني حلو بالفستق لا لا مش هكاك وين نجيبوا لك فستق واحد نجيبوا لك اسمع خليك وشوف أنت بعديش شبيك لبيك كل هيك كابتن حلبي حلبي با حلبي ايراني امان مشكل ربي يسترنا يجي كله اشعاع نووي من يا كابتن تو كم نعمل لك التلقيح ونجي ويا مش فاهمني انت فاهمني على النووي اسمع جيب لنا الهبك تجي ملقح من ايران خاصه من ايران والله ما زلنا كاين احنا والبطريق بتاع المحيط الشمالي ما تلقحش في العالم كله يا خويا مرحبا بيك ان شاء الله مش باش نقولوا بون فواياج ان شاء الله الستاج هذايا تعديوها 5 على 5 بالتوفيق ليكم المنتخب السوري دو ماتش ميكو ضد البحرين ضد منتخب ايران تو نتبعوكم اما في كل مكان اخذوا للتليفون تلقاني نتفرج ما عادش طلع لنا الكوتا في ايران والله المره الاخرى في مطار في تركيا في اسطنبول في بيروت في المطار انت في الطياره الفوق تتفرج في الطياره يتفرج عاملين لي ريزو خاص بيا وخاص بي اف ام ايش اضرب عندي ولا بالحق من قلبي تحيه لسوريا الحبيبه والله غادي يعمل فازا قول هذا تاع الكابتن ايه يا خويا خويا مرحبا بك نادر داوود دونك اليوم اخر حصه لشهر مارس بالنسبه لنادر داوود تمشي في ساج مع المنتخب السوري ويرجعنا ان شاء الله في شهر افريل المقبل مرحبا كابتن خالد حسني مرحبا سمير السليمي بعد شويه ان شاء الله باش نبداو في الحصه نتاعنا لكن كما سنستو تو تسويت اخر اخبار الطرقات مع صديقتنا ايناس لم فوتره فيكم باش نرجعوا نبداو حصتنا في سبور بلس انتم تسمعوا في سبور بلس من 7 ل 8 نتاع الليل رجعنا لكم جيت في سبور بلس 7:13 دقيقة بعد شوي باش نحكيو على مباريات الجولة السي بي الملعب التونسي وفوز اتحاد طاوين في طيب المهيري أمام النادي الرياضي الصفاقسي لكن البداية بجوز أخبار في الانفو دو جور باش نحكيو على ترجي باش نحكيو على النادي الإفريقية الانفو دو جور خبر مش ناخذوا برشا وقت فيه باعتبار انه حكينا عليه البارح لكن وجب التوضيح باعتبار انه ردود الفعل والتفاعلات الكبيره برشا في خصوص لقطه اعتداء عطف الدخيلي اللقطه نتاع البارح اللي كنا حكينا عليها وكنا علقنا عليها كابتن كان حاضر سمير ونادر داود ما كانوش حاضرين ونادر داود نحكي على اعتداء عطف الدخيلي واللقطه نتاع الامس التي اثارت موجه من التفاعلات ومن ردود الافعال سواء من جانب جماهير النادي الافريقي من جانب الجماهير المنافسة والكل معناها في التورنو هذا من البطولة باش تكثر التأويلات باش تكثر القراءات وكل كلمة بحسابها وكل جمهور باش يقول شبيكم حكيتوا على إكس وما حكيتوش على إيغريك شبيكم حكيتوا على إيغريك طفيتوا الضوء على إكس فواجب التوضيح في خصوص النقطة هذه نادر صحيح وانت عندك ما تعلق بتبيع على اللقطة هذه كما علقنا على لقطة سابقة بلش لقطات احنا بصراحة اللقطة اللي نشوفوها نعلقوا عليها ان شاء الله نكونوا أمناء مع الناس نزهاء ما عندناش الوان هنا ما عندناش حتى شيء اللقطه نتاع عاطف الدخيلي البارح ومش كان هي ثم لقطه لوا كيف كيف شاهدناها الكل حسابات والحسابات مشات من الحكام للرابطه زاد كان تتذكر وقت لقطه الشعلالي والبدري نذكروا كيف كيف اللي في الدربي كيف كيف عمل اعتداء ردت فعل عمل قلنا انه المفروض بالقانون انه الصور التلفزيه تعتمد لما الحكم يكون ما شاهدش اللقطه وتتضح اللقطه الا بالصور التلفزيونيه كيما لقطه بنطرشه
البنيه نتاع بنطرشة. الحكم عاتي بظهره ما شافوش، تشوفها لقطة الوزير ضابطة من حقها أن تعيط وتستدعيه وتعاقب ولا ما تعاقبش. احنا شنو عملنا؟ جينا في مباراة نتاع الترجي الرياضي، الحكم يتفرج في الشعلالي ما عطاه حتى شيء، يغزر له، هذا مش مغزروش يعني، يقيم اللقطة على أنها لا تستحق شيئا. البدري كيف كيف شافها وعديها، الضابطة عايدت للشعلالي والبدري لا، عليه الله أعلم، حسابات يمكن البدري مازال كيراجع باش يلعب شوية، والشعلالي أوكي الإسبيرونس عنده برشا ملعبية في الوسط تيميسيلش، أوكي نطلع أبطال أنا عاقبنا ملعبي مترجي. البارح اللقطة متاع التخيلي كيف كيف تاع الشعلالي، تسميها هي مش بونية، خاطر البونية بقبضة اليد تو برعت، بونية بقبضة اليد ولا دفع قوي، ثم لقطة نفس الحكم دي. الحكم شافها، إذا كان تمشي بالقانون ما يعيط له حد، لكن طالما أنت عيطت للشعلالي تعيط لعاطف التخيل هي نفسها بنفس المنطق وتعيط لوا لوا، ما فيهمش كلام، ثلاثة لقطات متشابهة. شنو اللي يخلي الجمهور يولي يحسب ويقول لك أنت تميز وأنت تعمل؟ كي تجي نفس اللقطة أنت ولا على نفس النادي، النادي هذا تحكي عليه والنادي الآخر ما تحكيش عليه، يقول لك آه أنت ما لدي موفيس فوا، أنت خويا احنا هذه نفس اللقطة، كان لقطة مغايرة نتكلم لك كلام آخر. نفس اللقطة المفروض الحكم الرابطة المفروض تتدخل نفس الشيء، لكن الرابطة هي بيتها تحسب، فهم بالك الحكام تيو الحكم تاع بن قردان وباجا ضربوه وطف الضوء. كنت تذكر نادر حكينا قلنا وقتها مكتب الرابطة تحط في احراج هنا زاد نحن باش نوليو في الحصص التلفزيونيه كل ما تصير لقطه ولا بوني ولا ماهوش احراج هما يحسبوا ونوليو نقولوا هاو كيما قلنا في اللقطه الفلانيه باش نعلقوا على اللقطه العلانيه نوليوها للواحد. القانون يقول الصوره التلفزيونيه في اللقطات اللي ما يشوفهاش الحكم، سينو كل قرار ياخذ الحكم هو تقديري في الاخير. الرابطه تجي تتدخل وتبدل، حتى كل صفره اي تناقشوا فيها لا هذه حمراء مش صفره ما يجيش، ثم حكم ثم هيبه ثم قيمه الحكم معروف، الصوره التلفزيونيه للحاجه اللي ما شافهاش اللي ما شافهاش الحكم، عركه تلمدوا 15 لاعب واحد من غادي يضرب الاخر يا اخي هو شمس قمر يذبح الناس الكل عادي، اما كي يشوف لقطه ويخليها تتعدى خلاص شافها ما عندكش الحق انت تتدخل. طالما انت تدخلت كرابطه في لقطه الشعلالي يلزمك تتدخل في لوا لوا وتتدخل في التخيلي، ما دام ما عيطلهمش انت رابطه ماكش عادله كيما الحكام نتاعك البعض ما يطبقوش العدل وماهمش نزهاء وامناء في نقل الحقيقه، لانه حكم بن قردان ما نحبش نسميه انا حكم بن قردان وباجا كي بعثناك وضربوك والجيبس الجسمي بعد الحمراء مشى فشخ الراجل ولم تدون شيئا، انت ليس امين، انت مجعول هناك لنقل الحقيقه. وعلقنا على كل ملاعبيه الجسمي بنطرش لوا لوا غيلان الشعلالي عاطف دخيلي رانا نعلقوا على جوار اكس يلعب في جمعيه ايكغريك موجوده في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم مهما كان النادي الافريقي ترجي اكس ايكغريك مهما كانت الالوان ولا الاسامي. فقط مش نحب ديما ما ناخذوش ياسر وقت في خصوص الموضوع، فقط سمير سليمي انت كنت حاضر معنا وقت اللي علقنا على لقطه غيلان الشعلالي، وكنت وقتها نتذكر قلت كلمه مهمه برشا، قلت وقتها الرابطة حلت باب على روحها باب نتاع تأويلات اللي ما عادش ينجم يتسكر. على خاطر هنا هي تلخصوا اللقطة نتاع تخيلي صارت أمام أنظار الحكم، عطاه ورقة صفراء دونك قرر الحكم أنه يعطي ورقة صفراء انتهى الموضوع. اللقطة نتاع غيلان الشعلالي صارت أمام أنظار الحكم قرر أنه ما يعطي حتى شيء انتهى الموضوع. وقتها علقنا قلنا لغيلان الشعلالي كيفاش تعيط له الرابطة وعيطت له كمان الرابطة، فبالتالي بنفس اللوجيك نحكيو على لوجيك تعيط لعاطف دخيلي، هذا هو الباب اللي تحلته على روح الرابطة وما عادش في نجم يتسكر إلى نهاية الموسم. سمير ناش كان موافق بالضبط والكلام هذا كنا تكلمنا فيه وكنا قلناه، وأنه اللقطات التلفزية اللي ما يشاهدهاش الحكم تولي كل نادي يطالب، وهذا من حقه يطالب الرابطة أنا تسعي على اللاعب المذنب أو الشخص المذنب ومعاقبته ولا كذا، وبالتالي حلينا على بابنا على الموضوع هذا على الرابطة باب بلاء. بالنسبة للقطة متاع عاطف، الحكم شاف اللقطة وقرر معاقبة عاطف بورقة صفراء انتهى الموضوع فات الحكي. كان ما شافش اللقطة الحكم ومعاقبش عاطف بورقة صفراء
ومتعديت هكاك مرور الكرام واللقطه خذوها صور تلفزيونيه، من حق اي واحد انه يقول علاش ما صدعوش. لكن الحكم تو هنا اذا كان مش في كل لقطه باش نوليو نعيطوا، والحكم راها وشافها وقرر اداريا معاقبه اللاعب ونعيطوا نمشيوا اكثر من هكا ونمشيوا للرابطه باش نعيطوا العاطف ولا غير العاطف راهو باش نعيطوا، تولي الرابطه تلعب دور الحكم. وهذا اللي كنا خايفين منه، يولي الحكم بصفه صوريه يقدم الماتش نتاعو عادي الماتش نتاعو، والرابطه من بعد تصلح تو تصلح الرابطه من بعد صحيح، تولي حتى بينالتي ما تزفرتش، تولي الرابطه تقول لك بينالتي ايش عملنا وقت. وهذا دخلنا في معناها امور معناها ماناش باش نخرجوا منها. وبالتالي انا نقول وانا ضد الاعتداءات بطبيعه الحال سواء لاعب من الافريقي ولا غيره، احنا نتكلموا حد سواء للناس الكل، هذه لقطه شافها الحكم وعطاها ورقه صفراء، انتهى الموضوع، ولا للجدال ولا للبلبله ولا لكذا. وبربي يعيشكم خليه النادي الافريقي يخدم على روحه، يجزيه ما تظلم ويجزيه ما كلاه العصا في مرحله الذهاب، ويجزيه ما النادي الافريقي تعادل في الماتش ما ربحوش، وعاطف تخيري عوقب بما يستحقه حسب الحكم لا اكثر ولا اقل. سمير سمح. سمير سامحني كابتن، تعرف شو ببلان هو؟ اي اعتماد صور التلفزي، خاطر انت معناها تصور فرق وفرق ليه؟ انت بالتصوير هذاك وعندك مشاكل كدير، يحتمل في المباريات التي ما فيهاش مصوره فيها نفس اللقطات ونفس الاشكال ونفس الواحد، واتمنى وهذا نداء او اقتراح زينا من نداء، هذا اقتراح معناها للرابطه بربي من اليوم، خاطر راهو اخر موسم ما عادش تعتمدوا، وقلتوها انتم عندكم مده الصور التلفزيونيه، خاطر ما فماش تكافؤ الفرص، ما فماش عداله، معناها نفس الملاعب خاطر هو تصور يتعاقب، ونفس لاعب اخر اللي ما تصورش وقام بنفس الخطا ما يتعاقبش. فوالا واضح جدا. باش نحكيو تسويت على الترجي الرياضي التونسي واخر الاستعدادات في علاقه بمباراه الزمالك المصري، نحكيو على القائمه اللي وجه لها الدعوه المدرب معين الشعباني، نعملوا قائمه في القراءه في القائمه. نادر داود شويه استنتاجات، عوده معز بن شريفي بعد شفائه من الكوفيد، وجود عبد الرحمن مزيان رغم انه ماهوش موجود كروي مش قاعد يلعب مزيان في المباريات الفارطه، مع غياب نسيم بن خليفه. بالنسبه لقائمه الزمالك نحكيو على غياب شيكابالا والوفد اللي وصل اليوم بلوتو البارح في الليل الى تونس قبل 48 ساعه من مباراه ضد الترجي. بون ما ثماش حاجه كبيره تذكر الا خلينا نقولوا عوده ليها المجاريه، خلينا نساو كورونا تو ما نبداش نحكيو على كورونا. بن شريفيه صارت ردة فعل على وجوده على بنك البدلاء، وصارت حكاية وأنه ما كانش موجود في أحد المباريات، ومن بعد كورونا، ومن بعد جات كورونا توا شفيها وتلمت الحكاية ورجع. حاجة باهية أنه بن شريفية يرجع للترجي، مزيان بون رجع، لكن هو خيارات ما كانش يلعب مقابل أخرى ماهوش أساسي 100%، وشيكابالا كيف كيف في الزمالك ماهوش لاعب أساسي 100%، صحيح لما يدخل كربع ساعة بعد راج عنده قيمته، لاعب مؤثر، لاعب مؤثر فهمت. نعتبر انه الغيابات من هنا من غادي بون، كيف كيف بن خليفه مش لاعب اساسي في الترجي، لا يحدث الفارق، مازلنا ما ديناهش، ما دام البقيه موجودين دونك توغي بدري هوني هذوما تقريبا ما يكونش، نتصور مش يكون ثم بدري توغي هوني هذوما تو كي تمشكي الماتشات الكل وتشوف المردود هكا، نتصور توقيه يزيه من اليمين راهو نتاع بونتا، يا مش تلعبوه الوليد مهاجم ما تلعبوش فهمت، ماشي تظلموه، خاطر اذا كان تسحبوا تستغلوه 1000% عنده خصال كبيره ظاهر، وثلاثي مش يكون في وسط الميدان كالعاده 4-3-3 كون نتمناو الترجي يكون واضح. هذه مقابلات، هذه المقابلات بالحق المقياس اللي تنجم تقيم عليهم الفرق الكبيره، لانه هذوما هما اللي مش تلقاهم بعد في الادوار النصف النهائيه بصراحه. كابتن خالد حسني، نجم نعتبروا مباراه نتاع بعد غدوه، تو غدوه نرجعوا لها باكثر تفاصيل واكثر تعمق، لكن اول اختبار جدي بالنسبه للترجي الرياضي التونسي الموسم هذا باش يقيس به الحسابات نتاعو. هنا الترجي يصدر بلاغ قبيله شويه يقول بوصفها الحصه الاخيره قبل مواجهه نادي الزمالك، يعلم الترجي الرياضي ان تدريبات يوم الغد الجمعه ستكون مغلقه بدون حضور الجمهور، هذا بلاغ موجه للجماهير. وعندك شي تعليق ولا قراءتك في القائمة اللي تقريبا دون مفاجآت؟ كيف مش مفاجآت، هي المفاجأة يا سمير اللي ليس هناك مفاجآت.
صح ولا شكون يقولها لك هذه؟ كامل النقشات والنفاح دونك سي نورمال. تبقى الناس الكل متفقين على حاجه اللي توكي مش لاعب مش ايلي معناها, ونعرفوا احنا في اللي كوتي معناها يفو اتر يفو افوار معناها كما ديريج يوني انرجي اكسترودينير, يمشي يجي يمشي يجي احسر اطلع يمشي دو سي با سي با, واثر شويه برشا مش شويه في مباراه باش ما نغلطش مرة أخرى المولدي. إيش قال هو تلمسين مرة؟ في بركة جبت سميها الكل بتاع الزير. ليه في مخي بليدة أنا. بليدة وهران سميها الكل بتاع الزير. بليدة وبليدة. اللي هو بليدة نعرف. مزيانة هاي. نعرف. دونك معني بون بور مومون إن شاء الله إن شاء الله الأداء الجماعي. بالضبط. إن شاء الله الالتزام الدفاعي يقوموا به كل اللاعبين بدون استثناء. ولا فما ثلاثة قدام وثلاثة لبرا واربعة غادي وستة غاديكا, فهمتي ولا؟ الكرة هي التي ستحدد لو بلاسمون ديبلاسمون دو ليكيب, وان شاء الله معناها الاكثر على الاقل ان شاء الله الدفاع اتونسيون ان شاء الله الدفاع يكون في المستوى وخاصة في الواحد ضد واحد. نحكي شوية على الزمالك, البعثة وصلت البارح في ليكي ما قلنا ثم غياب وحيد, لكن ثم قاعدين تابعوا في الإعلام المصري حتى بالقناة الزمالك بيدها معناتها تحدثت وقال ثم مشاكل في خصوص الخلاص نتاع الملاعبين, تقريبا أربع شهور ما خلصوش, عطاوهم هدوا بالإضراب, المباراة الأخيرة عملوا تعادل وكان ثم صار تلاسم بين الملاعبين وبين الجمهور الحاضر وقتها بين نادي الزمالك, عطاوهم على ما يبدو 20% من قيمة المستحقات نتاعهم باش نجموا يسافروا لتونس. الأجواء العامة مش لك الكل بالنسبة لنادي الزمالك, هل نعتبره ذي التمويه العادة متاع الأمور المصرية اللي نعرفهم كل ما تبدأ ثم مواجهة قبل أندية تونسية يتصير لخبطة وإشكاليات من هذا النوع بلبلة وكذا, وإلا نجم نعتبره أنه زمالك معناتها ثم بلبلة فعلا. أي تون إن شاء الله كما قلت غدوة ندخل أكثر في الجزئيات الفنية, ولكن فماش غيابات لا من الترجي مؤثرة لا من الزمالك, شيكابالا اسم كبير بوم ماهوش تيتولير دونك فوالا. صحيح الزمالك مش معناها بالكلام, الزمالك الفترة الأخيرة الأسبوعين الأخرين متشنج الأجواء, متشنجة في الزمالك, احنا نتابعوا في الصحافة المصرية ونتابعوا في أجواء نادي الزمالك متشنجة كابتن. أعطاهم الجمعة الأخرى ولا 10 أيام من التالي أعطاهم تقريبا 20 ولا 25% بالفلوس نتاعهم, تعادل الماتش الآخر, عاودوا المرة هذه نفس الشيء قبل لونترينمون, دخلوا لونترينمون بعد بساعة ولا بساعة ونصف النهار الأول والنهار الثاني, هذه في التحضير الماتش نتاع الترجي التونسي, مطالبين الهيئة المديرة نتاعهم إدارة نادي الزمالك بخلاص المستحقات, وهذا شيء معناها يشنج نوعا ما الأجواء في نادي الزمالك. لكن ردوا بان راهو نفصلوا بين هذا وهذا, ونفصلوا بين لاعبيه الزمالك طلعوا في الطياره وجاء الاتجاه لتونس, تتغير كل الامور, المشاكل نتاعهم مش يخليهم في مصر, مش يخليهم يعيشكم ردوا بالكم داكوردو, خلينا نتفاهموا على حاجه, عندهم مشاكل عندهم, لكن هل ياثر ماهوش مش ياثر ومش يكونوا مركزين على الماتش نتاعهم, هنا لابد على الترجي التونسي اخذ الاحتياطات كل وذنين. الاحتياطات اللازمه, وغدوه نحكيه اكثر بضل. على الامور الفنيه مو لحظه بركه فقط, انت قلت الغدوه التمرين بتاع الترجي مغلق به, لكن انا حسب اعتقادي وانا بكره جماهير متعصبه برشا تتغشش, التمارين كل لازم يكون مغلقه كما في اوروبا العام الكل, العام الكل, العام الكل, اللي يحب يتفرج يتفرج نهار الاحد في الماتش نتاع الفريق نتاعو, لانه المدرب اي غدوه مغلقه مش يخدم لي بلاريتي مثلا, لكن في وسط الجمعه يخدم في حاجات, يخدم في تكتيك, يجرب في ملاعب يحط في ملاعب يعرف في ملاعب, كي تخرج التسريبات هذيا للمنافس واللي يعرفك شنو انت مرنت الثلاثه والاربعه والخميس صورة مفتوحة, شكون قالك التصوير ما صارش تصوير كامل للتمرين وتبعث لي نادي الزمالك, والعكس بالعكس كيف كيف. فهنا انا ضد انه المحب يمشي نهار لحد يتفرج في اوروبا, في اوروبا يحلوا التمرين يخصوا مره يخصوا نهار لاخذ الصور واخذ كذا, والجمهور يجي يتفرج مره تصير في القدم جينيرالمون مش سيونسك اللي مهمه تلقاها مره في القدم ياخذوا الزيوتوغراف وياخذوا كذا ردوا بكم, يعني انتم شو الجمهور ودربك واحد وكذا, حتى الملاعبيه ما يقولوا احنا مازلنا بك العقليه نتاع نحفزوهم ونعطيهم موتيفاسيون, المدرب ما نجمش يخدم والملاعبيه ما تنجمش تخدم, ما تنجمش تحضر, انت تحضر في شيما في مخك تحضر بلان جو ا وبي وسي, هي فما لا موضه جديده توا ماشي
في تونس صارت شفناها مع النادي الافريقي، مجموعات الاحباء اللي يمشيوا يحكيوا فيس تو فيس مع الملاعبين، شفناها مع مجموعه النادي الافريقي، وصار دينيرمون زاده في البارك مع الترجي الاهلي التونسي لي جروب، مش دي سوبورتير لي جروب الترا اللي يحكيوا ديريكت مع الملاعبين يقولوا لهم لازمكم تربحوا لازمكم كذا. شفناها هذيا صارت بعديد من المرات مثلا في اوروبا. شنو رايكم، هل مع ولا ضد؟ هل نجموا تعتبروا تحفيز ولا كراكوز؟ شو كل واحد ودوره، عايشكم يا احبه، احنا حشتنا بيكم داكوردو، فما دعم كيما الافريقي دعم مالي حتى هما زاد كيف كيف ناس كل اشتراكات وكذا، ويعطيكم الصح ما يخليوني نستخدم. اذا تحب جمعيتك عندك مدرب عندك امور نهار لحد با ما فماش توا جمهور باش تشجع كذا، ولكن باش تاخذ دور المدرب او دور الرئيس او كذا هو حاجه اخرى. وانا مش يكون صريح ساعه ساعه اللهجه يكون فيها تهديد، وهذا معناها لاحظناه ماتش الكوفريكا. تبقى على حكايه الجمهور، ارتكبنا خطا قاتل احنا حملنا في اخر مباراه تاع الملعب التونسي، بالرغم اللي انا باه جيتي ما نعملوهاش نعملوها في الاخر، مشيت ما قعدتش في الستاد، استاد معبي يا كابتن ودرابك واحد ولا في اخر حصه تمارين، في اخر حصه تمارين من غدوه وناس هكا وهكا وكذا، وانا نقول لهم يزيوا يزيوا، حتى المدرب ما عادش ينجم يسمع الزفاره والملعبيه، تشتت الانتباه وتشتت التركيز. يعيشكم يلزم تفهموها والله. يلزم كل واحد عنده دور يقوم به. حتى ما طولت شويه انا اليوم باش نحكي على الشامبيون. اليوم مثلا معين يحب الجمعه ذي حضر، تكلم نادر على توغي وكابتن تكلم على لي وعلى المركز نتاعو وعلى شكون باش يلعب بي. انا كمعين الجمعه ذي نحب نحضره في دور واحد اخر، نحب نفاجئ نادي الزمالك، نحب نفاجئه، نحب نعمل حاجه في الانترينمون وقت باش نخدمها اخويا، مش في الاخرانيه بالكل الاخرانيه الجمعه دونك باش نخدمها ثلاثه ولا اربعه ولا خميس باش نحضر انا فريقي، فهمتني؟ كي انت كجمهور ونعرف عليهم انا الاخبار الكل وصلت المنافس، دونك انا مع انه جماهير تكون دور نتاعها في التشجيع. عندك مضيف اول حاجه تتذكر وقت السوبر اللي لعبته الترجي صارت انتقادات على انه التمارين كانت مفتوحه وكانت كانه الترجي فرحه كبيره وكان هو المؤهل، وقتها كان ذكر على الاجواء على الرجاء. من وقتها الترجي اصبح خذا القرار هذا انه يسكر بعض حصه تدريبيه، هذه واحد. انت قلت للجمهور هذا اللي يدخل اما يحفز او يلوم، شنو احنا شفنا جمهور يسب في الملاعبيه ويسمع في الكلام الزايد للملاعبيه البذيء، شفناه مع الافريقي وقتها ما ثماش هيئه وما ثماش هيبه نتاع فريق، الجمهور عنده جلسه عامه يحاسب فيها الهيئه المديره، لا علاقه له باللاعب، التحفيز عند المدرب والرئيس او بالتحفيز. هذا انا نعتبره كراكوز وشعبويه كما في السياسه، هذه شعبويه يعملوها بعض المسؤولين في الجمعيات. شنو الجمهور جاي يحكي مع اللاعبين يحفز فيهم كلام هذا؟ والملاعبين مطبسين ريوسهم هكا ثم خايبة ثم وقار ثم هيبة واضح كلهم حكايات فارغة هذوما باش نحكيو اخر سكوند اخر سكوند يا اخي شفتوا المنتخب الوطني كان انا غلط قولوا لي يا اخي هذيك مباراة الرأس الأخضر المباراة وجاسي العرايض وعطاوه مريول وكذا وشو النتيجة وقتها؟ خرجنا وقت تصفية كأس العالم 2014 خرجنا اثنين بلاش مع شكون؟ راس الاخضر. وشو عملنا بعد؟ عملنا براج هكا ولا عملنا ريزيرف عملنا ريزيرف بالريزيرف مشينا فهمتي ولا الكاميرون، معناها حتى زاد فما هالشعبويه وهالفولكلور فما في المنتخب واضح جدا. دونك غدوه ان شاء الله باش نرجعوا باكثر تفاصيل على مباراه الترجي الرياضي التونسي والزمالك المصري، غدوه باش يكون ندوه الصحفيه تنرجعوا لها من الجوانب الفنيه نتاعها 24 ساعه قبل المباراه. باش نحكيوا على البطوله اليوم كانت دفعه الاخيره من مباراه الجوله الثانيه يا بزوز مباريات باش نحكيوا عليهم tout de suite. Chiffre du jour. الرقم هو 12 سمير السليمي، رقم يخص اتحاد سامحوني الرقم 10 يخص اتحاد تطاوين، 10 نقاط من 12 في اخر خمسه مباريات لاتحاد تطاوين في اخر اربعه مباريات. ومنذ تعيين شكري الخطوي اتحاد تطاوين تحول كبير في الانتاج نتاعو، عمل ثلاثه انتصارات وتعادل، اخر الانتصارات كانت اليوم العشيه ضد النادي الرياضي الصفاقسي. 10 من 12 في أربعة مباريات بالنسبة لاتحاد تطاوين، ما هذا تغير سمير؟ وفي المجموع عنده 18 هكا ولا لا؟ أيوة يعني أربعة ماتشات جاء فيهم 10 وباقي المباريات 8 في 11 8 في 11 المباريات أيوة 8 نقاط من 33 أرقام وحدها تتكلم، هاي الأرقام وحدها تتكلم وهنا ما نتكلموش على كفاءة مدرب وعدم كفاءة مدرب،
خاطر حتى اسكندر زاد ما شاء الله عليه معناه مدرب ممتاز وكفو حتى حد ما شك فيه، لكن تغيرت ربما الاجواء وتغيرت برشا برشا حاجات. تطاوين انا اليوم تفرجت فيها وقعدت معناها نشوف في فريق صراحة فريق منظم، فريق عنده شخصية وفريق عارف شنو يحب يعمل بالضبط. في المقابل بطبيعة الحال السي اس اس ما لعبتش الماتش نتاعها كيما كيما يلزم. شكري في التصريح نتاعو، شكري الخطوي مدرب تطاوين في التصريح نتاعو بعد الماتش قال ما كنتش ننتظر في ثلاث نقاط، كان جات نقطة راني فرحان. كلامه معقول. وقال العبد وقال العبد بثلاثة كابتن بثلاثة مدافعين، خاطر الكلام راهو يلزم معناها معنا منو الكلام باش نسمعو. قال لعبت بثلاثه مدافعين في نجرب فيهم. اش معناها نجرب فيهم كابتن؟ معناها راهو ماتش صفاقس تجرب، حتى كان نخسر مش مشكل، وعندي النيه اني نلعب ثلاثه في المقابلات الجايه جرب. تو فهمت؟ هذا ايش يعطيك؟ في المباراة الأخرى حاجته بالمباراة مع لي كونكورون ديريكت مش السي اس اس. حاجته بالمباريات اللي يحب يجي فيهم نقاط بثلاثة مدافعين، قال لك كتجربة جربت، هو بيدو ماهوش مصدق أن تصرع النادي الصفاقسي. هذا يوضح حاجة واحدة، خاطر تطاوين كانت تربح ثلاثة راهو، كانت تربح ثلاثة بسهولة زاد. في آخر ماتش كورة على الخط، هذا يوضح أنه النادي الرياضي الصفاقسي كان ضعيفا جدا. باهي باش نحكيو على اتحاد تطاوين ثم نحكيو على نادي الرياضي الصفاقسي. نسمعوا اهم ما قاله المدرب شكري الخطوي بعد الفوز اليوم العشيه ضد النادي الرياضي الصفاقسي اون ديبلاسمون. تكتيكمون كنا واقفين بالباهي، ما نجموش نقولوا اتحاد تطاوين اليوم لعب دفاعيا، كي تشوف النومبر دي زوكازيون خلقنا برشا الهدف التعادل، مس شويه سي سي خليها معناتها تحب تسجل الهدف الثاني، وين لقينا احنا ديزيسباس مع اللاعبين سريعين كيما عبد السلام وكيما سلام. جرون برافو لملاعبيتي الحمد لله 10 من 12 حاجه باهيه برشا في كل مباراه نسجلوا 10 من 12 وفي كل مباراة اتحاد تطاوين يسجل. اليوم اخر الانتصارات دونك كابتن خالد حسني ضد نادي الرياضي الصفاقسي 2 مقابل 1، نحكيو على الاتحاد تطاوين طبعا شنو نحكيو على نادي الصفاقسي كابتن. ربح 3 ب2. شكري انا عرفته مليح كي جاء درب حملهم في السنه الماضيه، انسان يخدم مليح، انسان عارف معناه مدرب كيفاش نقولوا ما سي تان بون جي با تروفي لو مو يعني بون كومباتون نو اي ترافاي خدام خدام عارف شو مغروم مغروم وعنده حاجه يعرف الملاعبيه تاتوس الكل خلطت وين مو هذا في اللي وانا معاه راهو فهمتي. فما فرق ولا فما حتى في تونس يا كابتن، في تونس ما عندهم مشكل وقت تبدا اون ديفونس رونفورسي ولا كذا الناس الكل تقف، الناس الكل باولها لاخرها فهمتي. دونك فما ناس في تونس يحسبوها معناها خطيئه اذا واحد يلعب 3-5-2، عرفوا 3-5-2 هزوا بها كؤوس العالم وهزوا بها كذا وحتى تونس عرفت معناها الفرق نتاعها. يعني فما ناس الشعب هذا كرويه فهمتي ولا يسمو ثلاثة ونعشو شعب ذا 3-5-2 لا وكيفاش تلعب مشكونك انت يا ودي يزي ويخليه الناس تخدم على رواح يجي ورا ميكرو ويبدا اني ليش حاسيلو تو هذا موضوع كبير ياسر. اسمع ما يقول لك هو مثلا تيراناتنا ما تسمحش نتاع 3-5-2 باش تحط كرة لوطا. لا اش معناتها 3-5-2 يا اخي يا اخي 3-5-2 يحط الكرة لوطا؟ لا 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 تو شو باش نفسر مش وقت باش نفسروا 3-5-2 شنو هو لي بوان بوزيتيف نتاعها برشا برشا وقت قالك في الاخر انا نجم نماركي خاطر فما اون كيفاش نقولوا كثافه عدديه في وسط الميدان وكي عندك دو زاتاكون دو زافون بليتو تري رابيد كيما كي محمد علي عبد السلام وسيلا وتبدا رابح وكونتر اتاك وعندك ليسباس وهما يسون تكنيسيان ليسباس والكوره ولا فيتيس اي وزاد كيف كيف معناها المهاره دونك انتهى الامر. ولكن كيفاش الثلاثه هذوكم وكزوز هذوك مش ولي دو دومي تعش معناتها بزوز بقى ثلاثه لثلاثه تولي تلعب خمسه من التيران يا معلم تخنق الناس تخنقهم. اما كي تبدا بيان ابليكي هو الحق لا هو الحق معناها ريت وانا عاملين في حملهم بون فو افار لي زوتي فو افار لي زوتي دونك هو بشويه بشويه ماشي نحو 53 كل شكرا يا شكري شكرا يا شكري. نكملوا مع اتحاد تطاوين حاليا في المركز التاسع، لعب 15 مباراه وكما قلنا دونك عنده 18 نقطه وراه تونيزيان متلوي نادي بنزرتي نادي الافريقي وشبيبه القيروان. راهو خصال الملاعبيه هي اللي تفرض على المدرب شنو هو طريقه اللعب نتاعو. كي يبدا عندك تذكر المستير عمناول عندها كابو اللي خرج مشى واحترف البرا يجري اكثر من الريح ما شاء الله هذا الراجل كيف كيف عبد السلام مدرب الذكي شوف شنو عنده كان عندك مهاجمين ولا نتاع هجمه مركزه
ماهوش نتاع عمق، ماهوش نتاع انت تنتظر وتلعب المس في الم... ماهوش نتاع مساحات، ماهوش سريع. مثلا فخر الدين بن يوسف نجح في الصفاقسي ما نجحش في الترجي. الترجي 90% من المقابلات باش تلعب في مساحه ضيقه، انت الفريق المنافس لاعب لك في 30 متر يلزمك ملاعبيه يلقاو الحلول في المساحات الضيقه. فخر الدين يحب المساحه، يحب، فهمت؟ دونك هذه المشكل. المدرب الذكي يشوف شنو اللي عنده يحاول يحط طريقه اللي تتماشى. تو هو مسكين يبدا ما عندوش لاعبين في المحور الدفاعي، عنده زوز بالسيف ويحب يلعب ثلاثه، ما عندوش ديزيكسونتري اللي يطلعوا ويرجعوا، كيفاش يلعب ثلاثه؟ ما هو ثم ملاعبيه تفرض عليك النجم نلعب بها ولا هذا بالنسبه للخطه التكتيكيه. بالنسبه للسؤال زروق باهي كي نتكلموا هالكوره نشيخوا احنا بيدنا وان شاء الله بيدنا نبدا شيخ وان شاء الله نشيخوا معناها ونمتعوا الناس اللي تسمع فينا هذاك ما نتمناوه. تو في اربع ايام سبحان الله تطاوين مردود ضعيف ضعيف على الاخر ما رجيش ما رجيش تعادلت، بعد بثلاث ايام تربح السي اس اس في صفاقس اللي عمرها ما خسرت، اللي عمرها ما خسرت صفاقس في 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 رجيش، مشاكل تكتيكيه ومشاكل فنيه ومشاكل كذا وجو متشنج، وكانت تطاوين تخسر الماتش. هذا نقولوا بصراحه برشا كلام على ضربه الجزاء مش برشا كلام، ما فماش ضربه جزاء، ما فماش ضربه جزاء، رجيش ربحت ماتشوها بعد بثلاث ايام سبحان مغير الاحوال. هذاك علاش انا اكدت الكوره لا لا نادر على ضعف نادر الصفاقسي على ضعف السياسي. انا مش حكيت تسيت على هذا هو معناها فما نجاح تطاوين متفقين يا اخي شكري مو قبل بثلاث ايام لعب مرجيش ولكن سمير ولكن سمير الى بوزي ان بروبليم بالضبط صفاقس ما لقاش الحل ما لقاش الحل علاش ما لقاش الحل؟ لانه السياسي اليوم لعبت اضعف ماتشوها اضعف ماتش عنده تفسيرات من ثلاث سنوات باش نرجع لك وتكمل لونشينمون تاعك بعد بجلبان بصراحه. حمزه الربعي لاعب الشبيبه اللي تتذج في اصناف الشبان بالمنتخب موجود مع تطاوين، تطاوين والمتلوي اكثر فرق عملت انتدابات يعني قذوان تو انت الاخراني وتحب تمنع تبيع في احسن ملاعبيه عندك، فهمت علاش قلت الشبيبه غنيت بودعك؟ لا بودعك باهي. انيس بوجلبان شنو اللي صارح بعد المباراه؟ كما تعرفوا الناس الكل انيس بوجلبان هو اخر مباراه ليه اليوم مع نادي راضي صفاقسي، الباركور نتاع بوجلبان انتهى بهزيمه. شنو اللي علق انيس بوجلبان؟ نسمعوا الاجابه. بطبيعه الحال يعني ديما موجود في نادي صفاقسي مهما كانت الوضعيه، يعني كنت ملاعبي ومدرب نرجع محب ما عندي حتى مشكله، بالعكس يعني نادي صفاقسي عائلتي، نادي صفاقسي اللي عديته في نادي صفاقسي اكثر من اللي عديته في حتى في عائلتي. دونك حاجه مني واليوم فرص كانت موجوده لصفاقس تعدينا على ليكوتي خلقنا متعودين اون اكسيل في صفاقس هزيمه مش في وقتها للصبر. اليوم كنا نجموا نسجلوا ننتصروا، مي للاسف الله غالب الحمد لله الله غالب حبيت نكمل بانتصار ما منا كل شيء خلقنا الفرص دي ديتاي صغار هما اللي عملوا الفارق. هو وقت صلاة العشاء في مدينة تونس. تقبل الله صلاة الجميع. دونك كنا نسمع في أنيس بوجلبان. سمير السليمي دونك بديت باش تحكي على نادي راضي الصفاقسي، نادي الصفاقسي اللي انهزم لأول مرة في البطولة في ملعب طيب المهيري. أنت اعتبرت الهزيمة مفاجأة ومردود نادي الصفاقسي كان ضعيف اليوم. مش أنا مفاجأة، تطاوين تفاجئوا، المدرب نتاعهم تفاجئ في التصريح نتاعو. خلي يا سمير السليمي خلي أنا ما نتفاجئش. اللي سي اس اس اللي ربحت الاسبيرونس ربحت الكلوب ربحت الاتوال وربحت الناس الكل استاد ومستير ومع خسرت حتى ماتش في طيب المهيري تجي تخسر مع تطاوين، مع احترامي بطبيعه الحال تطاوين والمردود وكان تسحق تماركي حتى اكثر من واحد، لكن هنقيموا في الموضوع ونقيموا في الوضع معناها والمردود نتاع السي اس اس اللي انا معناها من مده طويله الحق ما شفتش فريق يلعب بالطريقه هذيك، كي نلقاو السي اس اس ضعيفه برشا في المقابل باش نتكلموا على نجاحات تكتيكيه بدون التقليل من النجاح التكتيكي للتطاوين، ولكن راهو اليوم نتفرج في ومانيش مصدق نتفرج في السي اس اس ونقول هذه السي اس اس معناها دو باس دو سويت يا رسول الله، لا فما لا ريتم لا فما انجاجمون لا فما دويال لا فما حتى شيء، معناها شيء معناها وهنا نتسائلوا هل انه المدرب جديد الاجواء في صفاقس انا ما نتكلمش على التيران توا، هل انه فما حاجه في الفيستير صارت كابتن ممكن معناها صارت هل انه الملاعبيه متغشين من القرار الهيئه المديره تعيين مدرب جديد ولو انها مش من حقهم، ولكن الملاعبيه كي يعملوا الفه ولحمه مع مدرب
يوليو يحبوه ويوليو يستثيقوا فيه، تجيب لهم انت مدرب اخر خاصه انه النتائج معناها ماشيه. هذه كلها اسئله انا نتفرج في السي اس اس وقاعد نتسائل في الشيء هذايا. لكن انا تكتيكيا ما نجمش نقيم السي اس اس، لانه نادي الفاقس اليوم ما تفهموش شنو يحب بالضبط من الماتش، ما تفهموش هكا لعب كره وكا هو جوار وتكويره. وتلاحظ حاجه اخرى في اخر الماتش كانه فما اقرار، خاطر السي اس اس خاصه الدنيا تشعل هكا ولا نص ساعه الاخرى. شفتوا المردود نتاع الفاقس نص ساعه الاخرى؟ فما شنو تفسيرك ليه؟ شنو نقاط الاستفهام؟ فما انهزاميه، فما انهزاميه، الملاعبيه ما همش مركزين على الماتش نتاعهم، هو التركيز راه من الاول ماتش ما كانش موجود، ولكن فما انهزاميه في ماتش السي اس اس اللي فنيا معناها وتكتيكيا وكذا ماهوش ما كانش موجود، ربما العوامل الخارجيه اثرت على الماتش هذايا نتاع السي اس اس. كابتن خالد حسني توافق سمير الراي ووجهه نظر، تقول هل بوتيتر اثر خبر خروج ولا الاستغناء عن خدمات انيس بوجلبان بالنتائج اللي صارت وقدوم مدرب جديد اسباني، هل ممكن أثر على الأجواء وعلى المردود اللي شفناه؟ لأنه ثلاثة أيام التالي كنا نحكيه على سي اس اس مباراة استثنائية ضد النجم الساحلي في سوسة، ما الذي تغير في ثلاثة أيام؟ تغير هو التشويش والتمهميشة، مهميشة عملتها صفاقس بيديها أكثر ولا أقل. أنت تخرج من مباراة كبيرة ضد النجم هذه الساحلي وتولي عندك أمل في ملاحقة الترجي، أمل معناها مادام الكورة فهمتي ولا، ومعناها ومش تهرب على ليتوال على الدوزيام بلاس، تو دانكو تلقى روحك ديشو معناها الفرق. شو معناتها هذه التركيز من اللي أعلن بالنسبة لي أنا، من اللي أعلن عن اسمه نتاعنا بوجلبان انتهى الأمر بالنسبة لي أنا. هو أنا بين فين بلست ولا هذه يمكن تكون ناجحة وأنا ما نرجح أقسم بالله عليه خرج هو إيه تي كيفات غاتيه، هو ما عادش، هو ما عادش مدرب، خرج أنيس خرج من مخه انتهى. واحنا كنا كل الروح وكل الدنيا مش ما عنده بيخدم ضمير، ولكن سي با سا فهمتي ستام كل الروح مشيت دخلت. ولكن على سمير راهو سي فري نرجع راهو كل سكسيو ليتوال، ليتوال قداش من اوكازيون جات ولكن لم تستغلها باهي. في المقابل ضعف كلوب سفاكسيا استغل من طرف تطاوين، خاطر عنده لي مويان لا فيتيس وكذا، يحتمل اليوم فريق اخر بذاك الضعف تاع سفاكس ما يسجلش سفاكس. تبقى اراه توا هذا ما جاناه الفيسبوك على كلوب سفاكسيا هذا ما جاناه الفيسبوك على غدوة فيسبوك اليوم نحى انترنور، غدوة ينحي رئيس، غدوة يقول لك ما تلعبش غدوة يقول لك كذا غدوة كذا، معناها لو فوتبول تو لو بي لو تاج دولاري كنا كله تاج دولاري. نادر فقط لحظة برك، هو من عاش كان لاحظتوها قبيلة وقت نعدي في الديكلاراسيون تصريح نتاع انيس بوجلبان، ثم واحد متعدي ما نعرفوش شكون ثم فون من تالي قاعد يتكلم يا انيس يا انيس، ميمونة تعرف ربي وربي يعرف ميمونة، ما نعرفش كان سمعتوها ولا لا، ما نعرفوش شكون عامل يظل في طيب الميري وكذا. هذا التمهميش اللي قال لك عليه الكابتن والتشويش، يعني تركيز غاب التركيز، المفروض فريق بعد انتصار في سوسة راهو الاجواء تبدا طايره بالفرح او بريمات وتحضير وفكيت الباص الثاني للاتوال وتنجم تمشي للمسيره، تلقى روحك مشرف عام، والله مشرف عام طلع عنده مساعد ومش يهبط يدرب ما يدربش، هو كله بلوط كلهم يستبلوا في جمهورهم. لا مشرف عام لا شيء، كان تسال مدرب السي اس اس تقول يا اخي انت بالحق جاي مشرف عام، يقول لك لا ولدي انا مدرب واحد. يا ولدي وحلو بعد ما ربحت لتوائل في سوسه كيفاش نحاول المدرب يبدا نقول له مشرف عام نقعد انيس يقعد ادجوان انيس طلع راجل وعنده الثقه في امكانياته، خذا الباركور نتاعو عمل 8 انتصارات 3 تعادلات 2 هزائم وخليها الثانية المرتبة الثانية خليها الثانية. الأخطاء تتعاود مع فتحي جبال، الراجل الثاني عنده سوبر يستنى فيه ومترشح للكوب، الكوب جابوا نحوه اتنحى كمل الثاني هو نفسه اتنحى خسر السوبر وخسر الكوب. دونك كي نسمع رئيس يقول أنا مش مقتنع بتغيير المدرب،
والضغط نتاع الفيسبوك واضح ما احنا علاش حاطينك رئيس لا 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 واضح علاش اي حاجه خويا باش نحكي على استاد السي بي استاد السي بي يا ولدي هذا ايش جمعيه تقبل ماشي يقول لك هكا سمعت معناها يعني انت الواجب جايبينك رئيس باش تسمع الفيسبوك تو اي واحد يخليوه يعمل سونداج ويعمل ويعمل لي باج ويسمع حلقة الاخر صح عليك اعمل اللي تحب صحيح شكون اكثر كلام مجهود جيبوا سمير اي نحيو خالد جيبوا سمير ومسارت نفس الحكيم على سعد الدريدي وتعمليول سعد الدريدي وخرج في موزايك المنصف خماخه اي في الفيسبوك اخويا خاين في موزايك وقال هكا هو ضغط والفيسبوك شي يعمل يوتر الاجواء والملاعبيه اللي على البنك ما يلعبوش يدخلوها بعضها مع المدرب المدرب يفقد الثقه في امكانياته ثم كانتم يمكن رواسيه تفقدوا الثقه في امكانياته اي فاحنا المدربين تكوننا باش ما نفقدوش الثقه في روحنا والله لانه عوامل النجاح مش كان بيدنا احنا عندنا 20 30% ايوه اداره قويه ورئيس عنده شخصيه وتجيب لي ملاعبيه خلي افريل شويه المباراه اللي باش نحكيوا عليها بعد الفاصل الملعب التونسي الذي انهز امام نادي رياضي البنزرتي شو اليوم اخر حلقه انت نادر اعمل اللي تحب صح أيوة. عليك فاصل وراجعين فاصل وراجعين على 8 نتاع الليل اي اف ام سبور بلس ايمن زروق رجعنا لكم الجيد في سبور بلس 7:52 دقيقه تسيد باش نحكيوا على مباراه النادي الرياضي البنزرتي وفوزه اليوم العشاء امام الملعب التونسي تاكو تاك هدف مقابل صفر للسي بي امام الملعب التونسي باش نسمعوا بعد شويه تصريحات ونحلوا المباراه لكن سؤالنا يخص الملعب التونسي قبل هذا الكل نعطيكم شويه ارقام البقلاوه لا تنتصر من 9 جولات متتاليه اخر فوز يرجع اليوم 8 جانفي الفارط تحديدا منذ الجوله 7 ذهاب ضد مستقبل سليمان 2-1 اليوم الملعب التونسي 10 الترتيب 16 نقطه رفقه المتلوي وراه نادي البنزرتي ونادي الافريقي والشبيبه سؤالنا في التاكوتاك من خلال وبالنظر للأرقام هذية والإحصائيات هذية هل ممكن أن نصنف اليوم رسميا الملعب التونسي فريق سيصارع للنزول للرابطة الثانية وإلا مازال بكري الحديث على هذا الموضوع رغم الوضعية الصعبة نادر لن تكون صوت الحكمة كابتن سيكون صوت الحكمة سمير سمير ليه خاطر بشيخه برشا وقت خلنا نعطيك 40 ثانية كهو وينتهي الموضوع وخلنا نبدأ معك كهو نادر جاوبنا 40 ثانية على السؤال هذا هل يمكن اليوم نعتبر الملعب التونسي فريق يلعب على تفادي نزول وإلا لا 2-3-1 توب كرونو بالترتيب العاشر عنده 16 نقطة وأول واحد يسقط السابع عنده 12 أربع نقاط على أول فريق يسقط دونك أنت مهدد بالنزول فيش كلام هذه الفريق اللي قال لك الخامسة ونلعبوا على الأربع مرات بالأولى وعمل الضغط على ملاعبيته وخلى الجمهور يحلم هكا هو يلعب من أجل تفادي النزول وينحف المدربين أي تواني ما نقولكمش فشل أنتم ما تقولوا المدرب فشل لا لا أنتم لم توفقوا في تسيير الملعب التونسي في هذه الفترة لأنكم استهلكتوا تو 3 مدربين وفي الأخر عملتوا لنا بدعة جبتوا لنا معد ذهني تو مهم معد ذهني معد ذهني الانتصار هذا أو الانتصار نتاع البياوي أول ما خرج في الجولة السادسة بعد ما خرج شو اسمه بوسعيدي في سليمان ومن هرب هاس أمانته من وقت لأنه أنيس بوسعيدي تظلم والكورة تحب العدل وأعطي للناس حقها سميرة سليمي هل توافق نادر الرأي النجم نعتبره اليوم الملعب التونسي في وضعية خطيرة جدا وفريق يتنافس من أجل ضمان البقاء نعم أم لا 3-2-1 توب كرونو يتنافس من أجل ضمان البقاء مع 8 فرق أخرى مش كان الملعب التونسي مش كونوا واضحين فما تراجع رهيب على مستوى النتائج من الجولة 7 لليوم الملعب التونسي ما انتصرش هذه تضع عدد كبير من نقاط الاستفهام كنا قلنا وتكلمنا أن الرصيد البشري المتوفر للملعب التونسي باهي وينجم المدرب اللي يمشي غاديك يخدم لكن إذا كان كل 3 أو 4 ماتشات نحي مدرب فالملاعبية بيدهم ما ينجموش يخدموا هذا كلام زاد قلناه والدليل على ذلك أنه توا غازي واحد مع غازي الغريري حتى حد ما شك في الإمكانيات نتاعو والكفاءة نتاعو لكن ينجموا زاد شوية وقت باش يخدم يلقى الماتشات ورا بعضها ورا بعضها ورا بعضها دونك شفنا تغير على مستوى حتى على مستوى الأسماء فما أسامي في الملعب التونسي ما كانش تلعب قبل ولا تلعب توا دونك كل مدرب والفكرة نتاعو هذاك علاش فما تراجع وفما ناقوس خطر بالنسبة للملعب التونسي صراحة كابتن خالد حسني صوت الحكمة وباش نحكيو بعده على نادي رياضي البنزرتي وفوز اليوم العشية وي كابتن والله فما مقولة تقول يا سمير يا نادر التاريخ يعيد نفسه مرة كمعزلة ومرة كدراما ولكن الأغبياء ما ياخذوش الدرس كي تكثر المهازل هذا في عامة هذا قول فهمتني راجعوا
مسيرة الملعب التونسي في هذا الوقت المواسم الثلاثة الأخيرة نفس الشيء، يكونوا هكا يغيروا يعملوا يوليوا في دائرة الواحد، بعد تجي كذا دو تروا فيكتوار يمنعوا وإحنا ماشيين معنا مكشر صحيح. لكن الانطلاقه السخيريه ذيك عملوا بها ادخار من النقاط ولا سيناره وعرفوا نهايه موسم صعيبه ياسر. هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى هنا اختلاط الادوار ريت يمشيوا يحفزوا وقت يولي اداري يلبس الزفاره والسيرفاتمون يولي هو يعمل كل شيء ويخمم كل شيء في عوض المدرب وينحي مدرب كفه مش مدرب كفه ثم عليه خاطر يقول لك انا عملت انتدابات وجاء هنا سيد الرئيس تاع الملعب التونسي بكل احترام لي قال لك نلعب على واحد كذا كذا الفوق يا كابتن اكثر من الفوق وقت اللي انت خمسه مراكز الاولى وقت اللي انت تقول انتدابات وما انتدابات معناه انت صحيح في الانتدابات ولكن المدرب هو الغالط شو يعمل تو كي بدل المدربين عمل صرف النظر كيف صار صرف النظر الاسبوع هذا شكون تكلم على الكوش مونتاج اي يا معلم كوش مونتال ما لاش وين كوش مونتال يا ولدي ما نحبش انا كل واحد ربي شو كوش مونتال ما معنى كوش مونتال انت دخلت على الكوش مونتال ويزم تكون عندك فورماسيون كبيره ويزم عندك خبره في السبور دو نيفو وعندك كوش مونتال انديفيدويل سبور انديفيدويل سبور كوليكتيف ولكن سبور كوليكتيف ما تنجمش خاطر ايمن عنده عقليه وانا ما عند ربي انا ليدر الاخر خواف تي با باسي تان جروب هيتروجين من النواحي الكل دونك يمشي بتيتر في الانديفيدويل ولكن هنا ما كليتش الحكايه دي ولكن انا عندي اقتراح اي عندي اقتراح هذه حاله مرضيه نظن الكوش مونتال هذوما الواحد الذهني هذين الذهني هذين بسيكو ثيرابيوت يمشيوا للاداره نظن الاداره في حاجه اكيده الى شكون معناها هذوما ما غلطتش كي اعطيت الكابتن خالد حسني صوت الحكم نحكيوا على سي بي انا كي نقول لكم كي يبدا في فورما تحكيوش معاه نحكيوا على نادي رياضي البنزرتي اليوم اول فوز للنادي الرياضي البنزرتي يتزامن مع اول مباراه لقيس اليعقوبي سي بي اليوم في المركز 12 عنده 13 نقطه ونقطه فارق امام النادي الافريقي ومنقوص من مباراه نادي البنزرتي سمير اي انتصار مهم خاصه على مستوى المعنويات والسي بي كيما صار لها عمليه وبالضبط باش تستغل القوه نتاعها في ملعب البصيري وتجمع اقصى ما يمكن من نقاط مع محاوله جمع بعض النقاط من خارج بنزرت الفورمول واضحه بالنسبه لهم دونك ثلاثه نقاط ما بدون الدخول في جزئيه كبيره نتاع حتى الوقت ما يسمعش نتاع التكتيك والواحد شفنا فريق عازم على ثلاثة نقاط جاب ثلاثة نقاط نتاعو يقول لكم بعد نمشي ولو انه فنان ما شفنا حتى شيء الحقيقة لا من السيابي لا من البقلاوة معناتها قبيلة بربي يقولوا لي ريتوا المباراة تاع السيابي ريتها انا شوية شوية فهمت حاجة فهمت حاجة لا فهمت كيفاش التصوير لا ما فهمتش لا ما نجموش نتكلموا على وين تلعب الماتش في البصيري في البصيري مش المرة الأخرى قالوا ماشي نلعبوا في بنقلدين ونقلبوا للي ذاتور اخذت ما عندناش ملعب هاكا ولا فما ملعب اليوم لا تو رجع يلعب سمير البصيري خلنا نكمل معك يا سمير ارضيه وقدوه في جمعه يا معلم ما انا باش تعرف كل حسابات كل حسابات عايش خويا كليمه على الترتيب الاخير شو كليمه كلمات كليمه اللي كملت انا هوني نحب نسال كمل دقيقه ما تساليش هي عندي كلمه على الترتيب يا خويا اسمع صح عليك والله صح عليك والله صح عليك 14 مقابله الترجي صفاقسي لتوال 10 نقاط فارق عندي اكثر من شهر قلت البطوله انتهت نتعاركوا على المركز الثانيه والثالثه والرابعه على المركز الافريقي في بالنا في بالنا كيفاش هيك 10 نقاط هذا على شنو طلبت شو الفرق يا سمير الترجي هزيمه لتوال وصفاقس 3-0 الترجي تعادل وحيد لتوال وصفاقس 3 تعادلات الترجي ما يعملكش العثرات هذوما نتاع لتوال مع تطاوين في تطاوين توقفت لتوال في سوسه 0-1 وذبحت صفاقس هديه للترجي الترجي باستثناء التعادل مع سليمان الباقي الكل في اسفل الترتيب مازال عندنا 30 ثانيه بجمله على السؤال هذا في اسفل انت عملت قراءه في اعلى ترتيب وعلى كل مباريات اليوم في اسفل الترتيب خصوصا سي بي والملعب التونسي هل نجم نعتبره بالجوله هذه بفوز النادي الرياضي البنزرتي وبفوز اتحاد تطاوين هل نجم نعتبره انه النادي الافريقي هو اكثر فريق تضرر من خلال الجوله الثانيه اياب في البطوله بعد الجوله هذه بون حسابيا بالطبيعه ما دام انت كنت وراك زوج فرق ولا فريق واحد باهي مش كان حسابي تروح جاي مع نادي صفاقسي في راتس والصفاقسي اللي هي خاسر كل المقابلات صعبه راهو الناس اللي تحسب الافريقي مش تو يذبح الناس الكل ومن فريق كان يعني في المسبق قبل الاخيره مش لقاه الرابعه الخامس راهو نغلطوا في الناس
جمهور الافريقي وحده واحده الفريق تحب له وقت راهو التهديم سهل والبناء صعب. هذه مشكلتك بارك الله فيك يا معلم. انت توقيت مشكور جدا. راهو كل المباريات مباريات كاس، ما ننظروش للترتيب، ننظروا للفارق. مشكور كابتن، مشكور نادر داود، مشكور سمير السليمي. نادر داود ملتقانا ان شاء الله في شهر افريل المقبل، ترجع لنا ان شاء الله في رمضان. بالتوفيق ليك مع منتخب سوريا، غدوه ان شاء الله كالعاده ملتقانا في نفس التوقيت. شكرا على المتابعه والاستماع، تصبحوا على خير.